في علاقة عاطفية بين أصحاب التوقعات والناس يلي بتتابعهم. ايش قولك عم بيخوني؟ أكيد بنفهم إنه في ناس بالأساس ما بيحضرون وبيعتبرون دجالين وكذابين بيضحكوا علينا ليأخذوا مصرياتنا. وفي ناس بتقلك بياخذوا معلوماتهم من المخابرات. أنا بتنبأ بالمستقبل. بتقولي إيه بقى يا أختي؟ بقولك بتنبأ بالمستقبل. وليه؟ ما تنبأتيش به ليه؟ مش ده مستقبل ولا مش مستقبل؟ والأحلى اللي بيقلك هو اللي بيتعاملوا مع الجن أو يمكن صدفة. أنا متجوزة من تحت من تحت الأرض متجوزة كتير. لا هلأ عن جد اسمعوني شوي، إنه لنقول كل شي صدفة إنه حتى الساعة الخربانة بتعطي التوقيت صح مرتين بالنهار صح؟ طيب صح. طيب هالظاهرة بحد ذاتها موجودة شي بباقي بلاد العالم؟ لا لا ما قصدي المتوقعين يلي مثل هيدا نوع، يعني ميشيل حايك مثلا صار مثل بابا نوال عنا بيجي اخر كل سنه ونتامل يكون جايب معه اشياء حلوه. الناس بتنطرها اكثر ما بتنتظر زوده اخر السنه. عندي خبر كثير حلو لكم، واخيرا صار فيكم تحملوا التطبيق ليلى عبد اللطيف. طيب لنقول عاملين جمعة أصحاب على رأس السنة، كل سنة في عندك هيدا الرفيق يلي بيصير يوطي لكم صوتكم ويعلي صوت التلفزيون بس يطلع ميشيل حايك. ليه؟ لأنه بده يسمعه، وبتصيروا تتمسخروا عليه بترجعوا بتسمعوه معه. وكل سنة بتلاقوا كل ما يصير شي حدث بالعالم بيطلع مقطع لليلى عبد اللطيف عم تحكي عن الموضوع وتتوقع القصة من قبل ما تصير. الجمعة الماضية شفنا خبر الفاجعة والمجزرة يلي نفذها العدو الإسرائيلي بالمستشفى المعمداني بغزة، وبعدها بيومين منلاقي هيدا المقطع. شاهد العالم مشهد مؤسف وبالغ الخطورة، وذلك بسبب تفجيرات تطال أحد المستشفيات بالعالم، مما بيتعرض هذا المشفى إلى إطلاق صواريخ من الجو، وهذا الحدث سيكون في دولة تعاني منه ويلات الحرب، وبيتصدر كل وسائل الإعلام العالمية خارج لبنان. أكيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا واصلة يا جامدة. هالمقطع ما كان كتير بده تحليل من المتابعين ليقولوا إنه المقصود هو انفجار المستشفى بغزة. هيدي مش أول مرة بتصيب ليلى عبد اللطيف، بالنهاية في 22 دولة عربية بتنطر يصير حادثة عندها. ليه؟ لتقول إنه سمعت ليلى عم بتقولها. رجل دين بارز سيختفي فجأة عن الأنظار حتى تبدأ الأسئلة عن اختفائها في الإعلام، إنه وينه؟ أين هو؟ وسوف تظهر الحقيقة بعد فترة، وهنا المفاجأة المفجعة والمؤسفة. نهاية مأساوية لقضية الشيخ أحمد الرفاعي شيخ بلدة الأرقف بعكار، بعد مرور 5 أيام على عملية اختفائه المعلومات بتشير إلى إنه الموقوف لدجاج مصطفى مئاتي اعترف بتنفيذ جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي. قلب الهدف سيكون دولة فلسطين المحتلة في أكبر هجوم على العدو الإسرائيلي، وستسبق هذه العملية خلال السنوات القادمة الكثير من الأحداث والإشارات والدلائل التي سترسم علامات هذا الانفجار الكبير، كما سنرى المعارك تشتد والحروب تقترب من كل الخطوط الحمراء حتى تصل إلى الداخل الإسرائيلي، وربما سنكون أمام مشهد الحرب الكبيرة والشاملة. قبل لحظات أعلن أن قواته بدأت بقصف بري وبحري وجوي لقطاع غزة، بمعنى أننا أمام حرب شاملة الآن. أرى مشهد مأساوي طال أحد الأبنية في لبنان. مأساوي يعني هبوط أحد الأبنية. نعم. مأساوي. إيه صحيح. فيك تحدد الشهر ليلى؟ أنا ما عم بقول يعني اليوم أو لا 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 بس المنطقة. بس بشهر ما عندك أكتوبر، ممكن نحدد بأكتوبر. سقط هذا المبنى منذ حوالي 40 دقيقة تقريبا هنا في المنصورية في حي بدران. مش بس عربية، إشياء ما حدا حتى بيقدر يتوقع إنه تتوقعها توقعتها. كم قاف بالجملة أنا هلأ قلتها؟ أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات
القلق والخوف. يحبس العالم أنفاسه في متابعة مستجدات الغواصة تايتان التي اختفت من على الرادار، وبداخلها خمسة من أغنياء العالم غاصوا في أعماق المحيط الأطلسي. هلأ بيبقى عنا علامات استفهام على توقع أحلى صيفية بتمرق على لبنان. أحلى صيفية خلينا بكريسمس زكري أيدي عندي شو صيفية أحلى صيفية حتكون بلبنان.